دعوة المؤسسات التربوية والدينية عبر أقطار العالم لإدراج كتاب دليل الممارسة الدينية السليمة لمواجهة التطرف ضمن استراتيجية الوطنية لمواجهة الفكر الراديكالي أهم توصيات الورشة العاشرة لرابطة أئمة وعلماء ودعاة الساحل. هذا الدليل هو الدليل التوجيهي الذي تقدمه هذه الرابطة، لأن هناك عدة من الأمور وعدة من المصطلحات تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تحقيق. أصحاب الفكر الإرهابي يستخدمون هذه المصطلحات، يستخدمونها استخدام سيء جدا. ليس هناك دليل الذي يحصر هذه المصطلحات التي يستخدمها الإرهابيون، ليس هناك دليل آخر. هذه الورشة هي مرحلة فاصلة في حياة الرابطة، إذ كانت كما قلت الرابطة كانت في مرحلة التحسيس، تحسيس بخطورات هذا الفكر، تحسيس بضرر هذا الفكر على الأمة. واليوم جئنا إلى التأسيس، إلى تأسيس فكر معتدل، إلى تأسيس فكر صحيح، إلى بيان الإسلام الصحيح. الورشة المنظمة بالعاصمة نواكشوط بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل عرفت مشاركة ثلة من علماء دول المنطقة إلى جانب هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي. هذا الدليل لا نزعم أنه انتهى في حد ذاته وأصبح مرجعا نهائيا، بل مع الوقت نطور ونواكب التطورات كذلك ونأخذ ونرد بما يناسب الواقع، خاصة في البلدان المشاركة التي تتفاوت في بعض المفاهيم وبعض الواقع. دليل الممارسة الدينية السليمة لمواجهة التطرف يعد أول منتوج علمي وديني عبر العالم تصدره الرابطة لتدعيم المناهج التربوية الدينية وحماية الشباب من السقوط في فخ الفكر المتطرف.